بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسين حسين حسين. من مكة طالع يا عزيز الزهرة يا حسين، وبهالضعينة هالسفر خبرنا لا وين، وبهالضعينة هالسفر خبرنا لا وين. حسين حسين يا حسين، عايف الكعبة وحجتك ويا المشاعر، تقضي حجتك يا ابن الأطاهر. قال المناسك كعبة الله يوم عاشر، وعن خبر ذبح بكربلاء لازم تسمعين. يا كعبة الباري أنا بهالسفرة مجبور، لبيت يا كعبة الندى ولازم أنا ثور، واصلح الوضع الأمة من عصبة الجور، واصلح وضعها الأمة من عصبة الجور. هذا يزيد سلطته ولا يمتلك دين، الدين لازم نصرته واحمي الرسالة، والثورة من دم النحر لجل العدالة. مثلي يا بد ما يقبل بحكم الضلالة، خل ينقطع نحري ولا ينفني الدين. قالت عجل هديك وسعيك وين قلي، قال السعي زينب وهدي نحر طفلي، والتلبيات بكربلة يا كعبة قتلي قتلي قتلي، وما لا ضاحي ذبحة رجالي السبعين. تمشي الضعينة والقمر عباس قدام، بيده الراية رفرفت ومنشور الاعلام، شبان فرسان الوغى ايمان واسلام، غيره وحميه يفتدون حسين بالعين. عباس يا الشايل بيرق المظلوم عباس، معروف عنا بالوفاء من دون هالناس، حامي خضر زينب أبو النخوات والباس، معروف راعي المرجلة ما مثل اثنين،
معروف راعي المرجلة ما مثل اثنين. حسين حسين يا حسين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمتان أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم اجعلني عندك وجيا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت وأبرئوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يجعلني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنالوا منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكنة الأكباد
اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيكم وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا. اللهم لعن أبا سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ثم تسجد وتقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدما عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم
دون الحسين عليه السلام. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته، برحمة منك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآل الطاهرين.